أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها أهمية الاجتماع الدوري لنقابة بحضور الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للصحفيين في الأردن، وهل سيفضي إلى خطوات عملية تسهم في الحد من الانتهاكات والممارسات القمعية ضد الصحفيين اليمنيين؟ أصبحت حياة الصحفيين في اليمن هدفا سهلا لقناصة الميليشيا التي لا تفرق بين صحفي أو محارب. فصول دامية شهدها حقل الحريات منذ سقوط الدولة في سبتمبر من العام الماضي ودخول اليمن مستنقع الاحتراب على أيدي ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع. وفيما وصلت الحرب ذروتها، بلغت الميليشيا في انتهاك حرية الإعلام والصحافة بشكل خطير، لدرجة أن التغطية الصحفية أصبحت معدومة واقتصرت فقط على مؤيدي الميليشيا ومناصريها. اختطافات، لوائح سوداء، اعتداءات متواصلة، ضروب من معاناة الصحفيين في اليمن، ما دفع كثيرا منهم إلى الهروب خارج البلاد خوفا من تعرض حياتهم للخطر في سابقة لم تحدث في تاريخ الصحافة اليمنية. وبالرغم من المواقف الدولية التضامنية، إلا أن الميليشيا لا تعبأ بذلك وتستمر في تفخيخ المناخ الإعلامي والصحفي بمزيد من القتل والقمع والاختطاف. للوقوف على آخر تقارير مستجدة بشأن الانتهاكات ضد الصحفيين نتابع هذا التقرير، ومن ثم نعود لنبدأ النقاش. للعام الثاني على التوالي وصحفيو اليمن موزعون بين ظلمة السجون والمنافي بعد أن داهمتهم ميليشيا الموت والاختطاف وألحقت بهم أسوأ فصول الانتهاك منذ سبتمبر من العام 2014، سجل أسود لحقوق الإنسان عامة وحرية التعبير على وجه الخصوص، كتبت فصوله بالدم والنار ميليشيا الحوثي والمخلوع، وكشفت عن جانب مفزع منها تقارير المنظمات الحقوقية. أحدث تقرير أصدرته نقابة الصحفيين خلال الأسبوع الجاري كشف عن 319 حالة انتهاك ضد الصحفيين خلال العام الماضي، بينها 10 حالات قتل و85 حالة شروع في القتل و14 حالة اختطاف وإخفاء قسري. تأتي هذه الأرقام كإضافة جديدة للأرقام التي حملتها فصول الانتهاكات خلال العام 2014 بالإضافة إلى الشهرين الماضيين من العام الجاري. فمع نهاية الأسبوع الماضي ارتفع عدد من فقدوا حياتهم إلى 12 صحفيا على إثر اغتيال الصحفي أحمد الشيباني برصاص قناصة الميليشيا في تعز، كذلك ارتفع عدد الصحفيين المختطفين إلى 15 صحفيا. تقارير سابقة وصفت هذه المرحلة السوداء بالأسوأ في تاريخ اليمن الحديث، حيث شهدت توقف نشاط عدد من المؤسسات الصحفية، في حين اضطر العشرات من الصحفيين والكتاب للفرار من سطوة الحوثيين إلى أماكن أكثر أمنا خارج العاصمة صنعاء أو خارج اليمن برمتها لتأمين حياتهم وحياة أسرهم. تتضاعف أرقام الصحفيين المعذبين على الرغم من التقارير الدولية المنددة، إلا أن ميليشيا الحوثي لا تزال تصر على الاستمرار في سياسة التنكيل بهم والتعامل معهم من زاوية أنهم يشكلون أكبر خطر على البلاد وأمنها واستقرارها. أهلا بكم مشاهدينا للبدء في النقاش. ينضم إلينا من جنيف رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين الأستاذ نبيل الأسيدي، ومن عمان الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين العرب الأستاذ نضال منصور، على أن ينضم إلينا لاحقا من القاهرة الصحفي غمدان اليوسفي. أبدأ مع ضيفي الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين العرب الأستاذ نضال منصور. مساء الخير أستاذ نضال. مساء الخير يا أهلا. أستاذ نضال، كيف تقيمون مدى الخطر الذي يشهده مناخ الحريات بشكل عام في اليمن؟ بالتأكيد يعني أصبحت اليمن من أسوأ الدول التي تهدد سلامة الصحفيين. هذا الأرقام والمؤشرات التي أصدرناها في التقرير السنوي لعام 2015 تتحدث عن انتهاكات متعددة، ربما يكون أبرزها والجديد فيها منذ سيطرة الحوثيين هي الاختطاف والقتل، وهناك التعذيب، وهناك أيضا الإساءات المتعددة مثل المنع من التغطية والاعتداء على مقر العمل، وربما يكون الحوثيين هم الطرف الأكثر انتهاكا لحرية الإعلام في اليمن، ولكن هناك أطراف أخرى تتشارك بهذه الانتهاكات ولكن بنسب أقل. من هي هذه الأطراف أستاذ نضال؟ يعني طبعا بالتأكيد هي الحكومة تتحمل مسؤولية عن بعض الأعمال وبعض الانتهاكات الحكومة الشرعية وبعض الحوادث التي تتم من خلال قوات التحالف العربي التي تشن أيضا حربا ضد الحوثيين في اليمن. وأقول بأن شهر يناير من 2016 لم تتحسن الوضع، وإنما
ازداد المؤشر سوءا. هناك معلومات بأن هناك أوامر صدرت من القيادة الحوثية للميليشيات التابعة لها بأن يتم تصفية الصحفيين بدلا من اعتقالهم، لأنهم يعتبرون خصوم ومعارضين سياسيين لا يقلون خطرا عن القوات العسكرية، وهذا يشكل تحولا سلبيا وخطريا. بدل أن يتم اختطافهم أو احتجازهم أو حبسهم، يتم تصفيتهم بشكل مباشر. هناك معلومات حتى الآن بأن هناك 14 صحفي ما زال مختفيا حتى الآن في اليمن الشهر الماضي. هناك حالتا قتل وهناك 3 حالات اختطاف في شهر يناير من هذا العام. نعم. طيب، إذا ما نظرنا إلى واقع الصحافة والإعلام في المنطقة العربية ككل، أين تقف اليمن من هذا المنظور؟ اليمن تقف في الذيل من أسوأ الدول، ربما تكون يعني العراق كان فيها أعلى نسبة قتل للصحفيين على أيدي داعش ويتشارك معها الوضع في سوريا، وتأتي اليمن يمكن في المرتبة الثانية من حيث السوء للوضع الحريات الصحفية في العالم العربي، لأن الانتهاكات الجسيمة الأكثر خطرا تتكرر في اليمن، خاصة الاختطاف والاختفاء القسري، ربما تكون الحالة الأبرز في اليمن خلال عام 2015 وبداية عام 2016. طيب نعم. يعني المنظمات العربية المعنية بحماية الصحفيين، ما هي الجهود التي تقدمها في سبيل وقف هذا الخطر الذي يواجهونه، وهو ربما حسب ما فهمت من حديثك أنه يعني أصبح هذا التصنيف مؤخرا بعد سيطرة الحوثيين وعلى مفاصل الدولة؟ تعلم أن اجتماعا بدأ اليوم في عمان بتنظيم من اليونسكو ومن الفيدرالية الدولية للصحفيين و بحضور صحفيين يمنيين لمحاولة البحث عن حلول وتحرك آليات تحرك لتقليل المخاطر ضد الصحفيين اليمنيين. نحن ندعم هذا الجهد وإن شاء الله سنشارك به ونحاول أن نقدم تصورات لتقليل المخاطر، ولكن أنت تعلم أن المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية وحتى نقابات الصحفيين ليست سلطة تستطيع أن تفرض سياسة الأمر الواقع وأن تمنع الاعتداءات والانتهاكات. هي مؤسسات مجتمع مدني تحاول أن تغير من خلال حملات كسب التأييد وحملات الضغط، وتحاول أن تقدم التوعية والتدريب اللازم للسلامة المهنية للصحفيين، وأن تضغط على المجتمع الدولي ليتخذ إجراءات فاعلة، خاصة حين تكون هناك أخطار جسيمة. أنت تعلم أن بعض الانتهاكات تعتبر جرائم حرب بالقانون الإنساني الدولي، وبالتالي نريد من المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن أن يضع إجراءات فعلية على الأرض وعقوبات على من يقومون بالانتهاكات ضد الصحفيين باعتبارهم مدنيين لا يجوز التعرض لهم، وهم شهود للحقيقة ويقومون بنقل الحقيقة والواقع وفضح الانتهاكات التي تمارس ضد الشعب اليمني العزيز. طيب أستاذ نضال، يعني ما هي أبرز المتوقع أو ما تتوقعونه من الاجتماع الذي، ما هي أبرز النتائج المتوقعة منه؟ يعني ليس لدي صراحة توقعات محددة، ولكني نأمل أن نكون هناك، يعني أن تكون هناك آليات وأن تكون هناك إجراءات فاعلة وأن يكون هناك خطة للتواصل مع الدول الفاعلة في اليمن، وأن تؤثر هذه الاجتماعات لتقديم حماية الصحفيين ووضعها على أجندة هذه الدول لتصبح مسألة أساسية. أعتقد أن الناس غارقون في البحث عن حلول سياسية في حين أن الشعب اليمني يتعرض لحصار وقتل، والصحفيين هم أول الضحايا، ولذلك أعتقد أننا يجب أن نغادر المنطقة الرمادية من أجل إجراءات فاعلة على أرض الواقع. طيب بسؤال أخير أستاذ نضال، يعني هناك من يعتقد أن هناك أيضا مسؤولية على الصحفيين، يعني في من ناحية أو بأخرى، أو على المؤسسات الصحفية التي يتبعونها، هل توافق على هذا الطرح؟ أوافق على هذا الموضوع من زاوية بأنه يجب على الصحفيين أن يقدموا موضوع السلامة المهنية على موضوع السبق الصحفي، وأن يكون هناك صحفيين مدربين في مناطق النزاع وفي مناطق الحرب،
وبالتالي نقلل من الضرر الواقع على الصحفيين. لا يجوز للمؤسسات الإعلامية أن تزج بالصحفيين في مناطق النزاع دون تدريب، وعلى الصحفيين أن يتجنبوا المخاطر قدر الإمكان وأن لا يقدموا هواجس السبق الصحفي والوصول إلى القصة الصحفية على حساب سلامتهم وعلى حساب حياتهم، فهي الأهم وهي الأهم وهي الأهم دائما وتتقدم على أي ما عداها من الأمور الأخرى. أشكرك شكرا جزيلا الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين العرب الأستاذ نضال منصور، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ غمدان اليوسفي الصحفي معنا. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا وسهلا مساء النور. أستاذ غمدان، هل يمكن الحديث على أن الميليشيا نالت ما تريد من استهداف الصحفيين حتى اليوم؟ لست أدري ما الذي حققته حتى هذه اللحظة بهذا الاستهداف المباشر، سواء من خلال التوجيه الذي أصدره عبد الملك الحوثي في خطاب شهير له وقال أن الصحفيين والمثقفين والسياسيين هم جزء من المعركة ويجب أن يتم معاملتهم كعملاء وخونة أو ما إلى ذلك من الأوصاف التي وصفها. وكان هذا يعني توجيه مباشر لميليشيا الحوثي بالاستهداف بالقتل مباشرة للصحفيين، مثلهم مثل كما وصفهم مثلهم مثل الميليشيا التي تتعاون مع العدوان حسب وصفه في تلك الآونة. وبعد ذلك يعني تم إرسال رسالة من اتحاد الصحفيين الدوليين موقعة بتوقيع جيم موبيل رئيس الاتحاد، ويعني دعاه إلى التراجع عن مثل هذه التصريحات، ولكن لم يصدر أي بيان تعقيبي على الرسالة التي وجهت من رئاسة الاتحاد الدولي للصحفيين عقب تلك الرسالة. وظهرت الأعمال أو ظهرت التوجيهات جلية في الميدان، سواء من خلال ابتداء من القتل ثم الاعتقال والتعذيب ثم أيضا المحاكمات والتخوينية. يعني أنا واحد من مجموعة من الصحفيين الذين تم رفع قضية عليهم بتهمة الخيانة العظمى، وتم إضافة اسمي إلى أسماء قيادة عسكرية ورجال سياسة وقادة حزبيين، وتم إحالة قضيتنا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي هي متخصصة أصلا بقضايا الإرهاب، وهذه القضية ربما هي لا زالت سارية في المحكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة الخيانة العظمى، فقط لأنه يعني أنا وثلاثة أو أربعة زملاء من الذين تم ضمهم في هذه القائمة، فقط لأنه نظهر في وسائل الإعلام نتحدث عن الأزمة اليمنية واعتبرنا طرف من الأطراف. هذا التوجيه المباشر والفج يعني جعل من الصحفيين جبهة في مواجهة من يعتبرون أنفسهم سلطة، والسلطة دائما في كل أنحاء العالم تمثل على الأقل أمام الناس وتقول إنه هذه دولة ديمقراطية ونحن نحترم حرية التعبير، يعني من باب التمثيل، يعني أحسن من باب كسب يعني الرأي، كسر الحرج. لكن هذا كان يعني هذه جماعة استولت على الدولة، وبدلا من أن تمثل حتى أمام العالم ذهبت بوجه فج وتدعو إلى قتل الصحفيين ومارست ذلك القتل. وأنت لاحظ حتى الصورة التي ظهر بها الشهيد أحمد شيباني وهو يسقط، وكانت الطلقات الأخرى حتى تطلق على من أرادوا أن يسعفوه. لو لاحظت اللحظات ما بعد القنص، يعني حتى استهداف لمن حاولوا إسعافه في تلك اللحظات وسقط مرة من بين أيدي المسعفين. يعني هناك بشاعة في التعامل في هذا، يعني حتى من باب إنساني رجل سقط في على الرصيف يجب أن يتم إسعافه في تلك اللحظات. طيب، لكن مع ذلك يتم استهداف من يحاول إسعافه. يعني كيف يمكن أخذ هذه المقاطع وتحويلها لأداة ضغط فعلية سواء في المنظمات الدولية أو غيرها على ميليشيات الحوثي؟ أعتقد أنه يجب على جميع المنظمات أن تكون عند قدر المسؤولية من يعني على الأقل مثل هذه اللقطات، يعني لا يعني هي كافية. الرجل لا يحمل بندقية، لا يحمل شيء، فقط كان بيده كاميرا وكان واضحا للعيان أنه يحمل كاميرا وليست بندقية، وبالتالي هذه إحدى الصور التي وثقت. لكن هناك الحالات التي لم توثق مثلها عشرات ومئات يعني من الاستهدافات المباشرة.
يعني لنا لنكتفي فقط بصوره مثل هذه، لكن ايضا لدينا ملف مرعب من اولئك الذين هم معتقلين الان شهور في داخل السجون ويتم تعذيبهم. لدينا تجربه الزميل جلال الشرعبي الذي استمر اكثر من 7 أشهر في سجون الحوثي، لا يعرف احد اين هو حتى خرج بعد مجموعة أشهر وغادر البلد بعدها وفضل الصمت حتى لا يريد الحديث في هذه اللحظة بعد خروجه، ربما لأسباب نفسية، لأسباب متعلقة يعني بمخاوفه أيضا على بقية عائلته. هناك أحد الزملاء من الصحفيين، يعني لا أريد ذكر اسمه حتى، يعني هو أطلق يعني رمي بقنبلة إلى منزله في صنعاء، ويعني إلى غرفة نومه، وتم يعني أرعب أهله والده ووالدته هناك، وحين أردنا أن ننشر قصته قال يعني لا أستطيع أن ننشر يعني خبر عني، لأنه أساسا والدي ووالدتي هناك في صنعاء، ثم يعني حاول نقل والده ووالدته، لكن حتى هذه اللحظة لم يتكلم عن هذه الحادثة. ما حدث للنبيل السبيع بشكل واضح، فحتى لا يريدون الصوت المعتدل، لا يريدون الصوت الذي يعني معروف مثلا مواقفنا نبيل السبيع، يعني هو يرفض يعني كل الحرب برمتها، مع ذلك تم استهدافه بتلك البشاعة. ما حدث لنايف حسان في يعني هذه سلطة مفترض أنها سلطة واقع الآن، هي التي يفترض أن توجه اللوم لها من جميع المنظمات الدولية، من الأمم المتحدة ابتداء، والتي تم رفع ملف لها من قبل قيادة نقابة الصحفيين، ولديها كافة التفاصيل حول هذا الموضوع. طيب ما هو المتوقع أن تعمله سواء الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية في هذا الخصوص؟ يعني هو لا ننتظر، الأمم المتحدة لم تفعل للواقع السياسي، المشهد السياسي برمته لم تفعل شيئا تقدم حيال هذا الموضوع، لكن على الأقل أن نوضح للعالم الذي ما زال لديه صورة وردية عن هذه الجماعة، أن هذه جماعة أساسا لا تقبل بأي شيء، لا تقبل بأي صوت يقول لها أنتم جماعة غير شرعية، وبالتالي يتقبلون التقارير التي تصلهم من هذه الجماعة ومن المنظمات التي تقيم في العاصمة صنعاء على أن هناك فقط حرب من السعودية على هذه الجماعة، وبالتالي يتم التعامل على أن ما يدور في اليمن فقط حرب من السعودية على اليمن. هذه الصورة المنقوصة، الصورة المبتذلة، الصورة المشوهة يعني التي تصل للعالم، يجب أن تتغير يعني بأي ثمن، يجب أن يسمع العالم أن يعني 90% من الصحفيين والسياسيين أساسا لا يوجدون في اليمن، هاربين فقط، خائفين، يعني يخافون على حياتهم، لم يعد هناك مجال للنقاش أو الحوار السياسي أو الجدل الذي كان يدور طوال عقود بين الأطراف السياسية. هناك فقط يعني جهة تقول لك إما أن تكون معي أو أن نقتلك أو نعتقلك أو نخفيك. أستاذ غمدان، هناك طرح يقول أن هناك أيضا مسؤولية موجودة هي على الصحفيين الذين يعني يقومون بالمخاطرة بحياتهم بدون حتى مراعاة لجوانب السلامة المهنية المعتمدة أو المعترف عليها دوليا، وكذلك هناك مسؤولية على المؤسسات الصحفية التي ينتمون إليها. ما هو رأيك بهذا الخصوص؟ يعني سيكون من الترف الحديث عن مسألة أن يكون الصحفي اليمني مدرب وأن لا ينزل إلى الميدان، وإلا في النهاية هؤلاء الشباب يعتقدون أنهم يقدمون خدمة بأي ثمن من الأثمان. أنا أتحدث على الجانب المستور من المسألة، يكفي أن نتحدث عن هؤلاء المعتقلين الذين لا زالوا يعني بالأشهر مختفيين وعائلاتهم تبحث عنهم، يعني بينما هذا يعني ذلك شق آخر أن ينزل الصحفي الميدان. هذه المسألة متعلقة به شخصيا، أنا أتحدث عن الجانب المتعلق بالحوثيين بهذه الجرائم التي يرتكبوها. أيضا يعني من حق أسر، على الأقل من حق أسر المعتقلين هؤلاء أن يعرفوا أين هذا حق إنساني تعتمده كل القوانين والشرائع سواء السماوية أو الوضعية، أن تكفل للناس أن يزوروا أولادهم إذا كان لديهم تهم. من حق الناس أيضا إذا كنت تعتقد نفسك أنك يعني سلطة أمر واقع، عليك أن تذهب بهؤلاء إلى المحاكم إذا كان لديك ما يمكن أن تقدمه يعني من جرائم يمكن أن يكونوا ارتكبوها، لكن أن يتم اعتقالهم وإخطاؤهم بهذه الطريقة أو أن يتم توجيه التهم بأن هؤلاء لديهم خيانة عظمى بدون أن يكون لديك دليل سوى أنه طبع نشرة، أو ومن حق الناس أن تكتب وأن تنشر وأن تقول ما تريد، ولديك إذا لديك إثباتات أن ذلك خطأ فعليك أن تذهب للمحكمة إذا كنت سلطة شرعية، لكن أن تكون ميليشيا ثم تقول أن هؤلاء خونة يجب قتلهم، فهذا الأمر أعتقد أنه لن يستقيم مهما كان، سيطول صمود الناس وأنت تخلق جبهات تواجهها
بالكلمة وبالسلاح وبكل ما أوتي الشعب اليمني من إمكانات المقاومة. طيب يعني في ظل هذا الواقع، كيف يمكن التخلص من هذه الإشكاليات التي يواجهها الصحفيون بشكل عام في اليمن؟ أعتقد التخلص منها فقط بنصر بنشر جرائم الحوثيين، نشر جرائم كل يجب على الجميع أن يوثق هذه القصص، يجب على المنظمات أن توثق كل هذه الأمور كي لا كي لا كي لا تنسى، كي يصبح هذا ملف في القادم، لن تسقط هذه الجرائم بالتقادم، هذه الأعمال يجب أن توثق وتقدم يعني في المستقبل إلى المحاكم، يجب أن لا يفر هؤلاء من العقاب مهما طال أمد هذه الحرب، مهما طال أمد هروب الناس، مهما طال يعني أمد هذا الرعب، مع ذلك يجب أن تبقى هذه الجرائم وسيكون الرد بالقانون بالحق بالعدالة وليس فقط بما يدور حاليا. طيب هل من الممكن الحديث على أن هناك حاجة لمطالبة الحكومة بوضع ملف الصحفيين كأحد الملفات السياسية التي يعني تدخل في مفاوضات أحيانا مع جماعة الحوثيين للضغط عليهم من جهة أخرى؟ من المفترض أن يعني هذه نقطة مهمة ومهمة للغاية، لكن حتى هذه اللحظة ربما هناك غياب كلي أساسا للجانب الإعلامي الحكومي فيما يتعلق بهذا الأمر، سواء من قبل وزارة الإعلام، وزارة الإعلام ربما وزارة مشلولة ومشغولة بتفاصيل ثنائية، أتحدث عن الوزير شخصيا الذي هو مغيب عن ما يدور للصحفيين حاليا، هناك محاولات يعني من يتخيل ان يعني ان شخص مثل احمد الاصبحي يقدم روحه في سبيل ان يلتقط صوره للفضائيه اليمنيه الرسميه، مع ذلك لم يتم عمل لاسرته اي شيء حتى هذه اللحظه، لم يتم حتى يعني ذكره من قبل وزير الاعلام بكلمه او يعني هناك يعني استفزاز لمشاعر الناس من قبل يعني مثل هذه الاطراف التي يفترض ان تكون مسؤوله مسؤوليه كامله عن اليمنيين برمتهم بجميع مشاربهم بجميع انتماءاتهم السياسيه. هو تقريبا زميل احمد الشيباني لتصحيح الاسم، لكن بشكل عام استاذ غمدان، كيف يمكن مواجهة الخطر الذي يعني يواجهه الصحفيون يعني من قبل يعني سواء نحن نتحدث عن نقابة صحفيين يعني مكبلة إلى حد ما، وإن تم تعيين أمين النقابة الأستاذ مروان دماج كنائب لوزارة الإعلام لوزير الإعلام بالأصح، ما هي الخطوات التي يمكنها بغض النظر عن موضوع نشر الجرائم التي تحدث عنه قبل قليل؟ يعني ربما طال او كثر الجلد لنقابه الصحفيين، نقابه الصحفيين يعني الجميع ربما انتقدناها في الاوضاع العاديه في تاخر الانتخابات في فتره سابقه وما الى ذلك من هذه التفاصيل، لكن في هذه المرحله نقابه الصحفيين يجب ان نحافظ على تماسكها على الاقل لتوثيق هذه الجرائم لايصالها للراي العام، لانها يعني لانها الجهه القانونيه الوحيده التي تمثل الصحفيين بجميع اخطائها بجميع سلبياتها، مع ذلك تبقى نقابه الصحفيين هي الواجهه للصحفي اليمني يعني ومن المفترض ان يتم احتمال الجزئيات في داخل نقابه الصحفيين حتى تستوي اساسا الارضيه السياسيه والامنيه والاجتماعيه في اليمن، وبعد ذلك يعني من المعقول نقول ان نضغط على النقابه في ان تغير من ادائها او ما الى ذلك. بالنسبه لتعيين امين عام نقابه الصحفيين كنائب وزير الاعلام هو جزء بسيط من الحل من امكانيه الحل الاداري لاوضاع الصحفيين، لكن حتى هذه اللحظه اعتقد انه لم يتسلم مهام ولا يوجد اساسا لديه مكان ليقيم فيه، هو ما زال الموضوع يعني قرار نعم. اكثر مما هو واقع. نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ غمدان اليوسفي الصحفي، كنت معنا من القاهرة. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين الأستاذ نبيل الأسيدي. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية أستاذ نبيل. لنبدأ من الاجتماع المنعقد في عمان بحضور الاتحاد الدولي والعربي للصحفيين، ما الذي يمكن أن يخرج به الصحفيون أو لفائدة الصحفيين اليمنيين من هذا الاجتماع؟ اولا يهدف هذا الاجتماع الذي يعقد اليوم في عمان لنقابه الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العربي للصحفيين، يهدف بدرجه رئيسيه الى تقديم النقابه لكافه الانتهاكات وتوضيح الحقائق التي يتعرض لها الصحفيين اليمنيين وشرح ما يجري في الوسط الصحفي وما يتم
تقديمه أو متابعته من خلال النقابة للوضع الصحفي في اليمن. الرصد كامل لدى النقابة من بما فيها كافة الانتهاكات، زملاء الشهداء، أيضا إغلاق الصحف، الاعتقالات المتتالية للصحفيين، كل ذلك سيتم عرضه على الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للصحفيين لمناقشتها، وأيضا لمناقشة برضو آليات تفعيل الحضور القضية الصحفية لدى المجتمع الدولي. الاتحاد الدولي بما فيه نقابة الصحفيين يمثل 600,000 عضو على مستوى العالم، وبالتالي نحن حريصين على إيصال الرسالة الصحفية أو ما يتعرض له الصحفيون في اليمن إلى كافة الجهات والمنظمات، وأعتقد أن هذا الهدف هو الهدف الرئيسي من الاجتماع ومن أجل إيصال صوت الصحفيين إلى العالم. طيب، هناك من يتساءل عن سبب تأخر هذه الخطوة أو هذا اللقاء والاجتماع إلى اليوم، ما الأسباب في خصوص ذلك؟ الكل يعرف أن ما تعرض له الصحفيين في اليمن وأيضا ما تعرضت له نقابة الصحفيين من مضايقات، وأيضا ما تعرض له أعضاء مجلس النقابة الزميل حمد البكاري وأنا وسعيد وكلنا يعني كلنا ملاحقين ومعرضين للاعتقال، وبالتالي أصبح من الصعوبة أيضا أن يجتمع المجلس، وأيضا أي مكان انعقاد لهذا الاجتماع يعني منذ حوالي 6 أشهر ونحن نتواصل مع الجهات المعنية في الاتحاد الدولي لعقد هذا الاجتماع، وحتى وصلنا إلى هذا بعد تأخير أكثر من مرة بسبب الظروف المحيطة، أيضا ظروف خروج الصحفيين من اليمن إلى الاجتماع، كل ذلك يعني أجل عقد الاجتماع أيضا. طيب، ما هي الخطوات المتوقعة يعني بمساندة الاتحاد العربي والدولي للصحفيين، الخطوات العملية المتوقعة للضغط على المجتمع الدولي وكذلك على من يتسببون بهذه الانتهاكات لوقفها؟ أولا الاتحاد الدولي ونقابة الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين هي تسير في حملة اسمها حملة عدم الإفلات من العقاب، وهذه الحملة هدفها الرئيسي أنها محاسبة كل من قام بالانتهاكات ضد الصحفيين أيا كان، وبالتالي فإن الحملة سوف تستمر، وهذه الحملة لابد من تكاتف الزملاء الصحفيين في الداخل والزملاء الصحفيين في كل مكان، وأيضا بمساندة النقابة والاتحاد لإيصالها إلى الجهات المعنية. نحن نسعى إلى تقديم ملف إلى محكمة الجناية الدولية باعتبار أن ما يحدث للصحفيين هو مخالف لكل القرارات الدولية الخاصة بالعمل الصحفي وأيضا في مواثيق الأمم في مواثيق حقوق الإنسان وأيضا المادة 19، كل ذلك يعتبر انتهاك صارخ لحرية التعبير وأيضا جريمة الحرب بما تعرض له زملائنا، القنص الذي تعرض له أحمد الزميل أحمد الشيداني، ما تعرض له الزملاء في عبد الله قابل ويوسف العجري في جبل هبان، هذه جرائم حرب، أيضا الزملاء الذين تعرضوا للقتل، كل ذلك سيقدم إلى محكمة الجنايات، ونحن نسعى في هذا الإطار ونسعى للتنسيق في هذا الإطار مع الاتحاد العربي والدولي. أيضا لابد من تكاتف جميع الجهات في المجتمع الدولي بما فيها المنظمة الدولية الخاصة بحقوق بالحريات المهنية والصحفية. أحب أن أركز على نقطة رئيسية، هذا الاجتماع هو أيضا يهدف على تقديم الصورة الحقيقية لتلك المنظمات، لأنه ما يدور لدى المنظمات وما يقدم لها أن الزملاء المعتقلين لدى الميليشيات ما هم إلا في الإعلام الحربي، وبالتالي ليسوا صحفيين وإنما ينطبق عليهم ما ينطبق على الجنود. هناك معلومات، من يقدم هذه المعلومات بهذا الشكل أستاذ نبيل؟ الميليشيات تقدم هذه من خلال أطرافهم أو العاملين لهم في العديد من الدول، والمساندين هم يقدمون صورا ويقدمون ايضا معلومات على ان الزملاء الصحفيين الذين ما هم الا في الاعلام الحربي وما هم الا هم جنود تابعين يعني في التوجيه المعنوي للجيش الوطني، وبالتالي فهم يحاولون نفي اي جريمه على الصحفيين، ايضا يحاولون تقديم الانتهاكات من قبل التحالف فقط، وبالتالي هذه كل المعلومات المغلوطة نحن حريصين على إيصالها على تصحيحها وللمجتمع الدولي وتقييم الحقائق. نعم، طيب، كشفت لبعض المواقع الصحفية عن تسريح عدد كبير من الصحفيين، أنتم في مجلس نقابة الصحفيين هل لديكم أرقام عن الذين تم تسريحهم؟ كذلك
بالنسبة للذين فصلوا عن وظائفهم؟ طبعا في إذاعة صنعاء 300 موظف فقط الذين تم الاستغناء عنهم منذ دخول الميليشيات وسنعها على إذاعة صنعاء. في التلفزيون هناك أعداد كبيرة توصل إلى 200 عامل في الإذاعة والتلفزيون في التلفزيون في القناة الرئاسية. أيضا في مؤسسات الثورة تم تشيل على كافة مؤسسات الثورة وصحيح يعني وحتى الجمهورية تم قصفها وأيضا نهب مخازنها وأيضا قفل المقر الرئيسي لها تماما في مدينة تعز. كثير من الانتهاكات لدينا إحصائيات ستقدم اليوم إلى كافة المنظمات بما فيها الاتحاد الدولي لمعرفة حجم الكارثة التي يمر بها الصحفي المدني. نحن نصل إلى الآن 14 قتيلا في جمل الصحفيين منذ 21 سبتمبر في العام الماضي. أيضا هناك لا يزال 17 صحفيا معتقلا لدى الميليشيات وتنظيم القاعدة في المكلة. وهناك أيضا عدد العشرات من المصابين من الزملاء بتعرضهم للانتهاكات، بينهم ابن احد الزملاء عندما تم اختطافه تم تعذيبه باعقاب السجائر برصاص سجائر على قدمه واطلاق الرصاص على قدمه وايضا حقنه حقن والده بدم ملوث بما يعني انه تم حقنه بكافه الامراض. اشكرك شكرا. هذه من ابشع الجرائم التي عرفناها، طفل عمره 17 سنه. نعم. أشكرك شكرا جزيلا نبيل الأسيدي رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين اليمنيين، كنت معنا عبر الهاتف. إذا مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة أشكركم وأشكر ضيوفي الذين كانوا معنا، ونتمنى السلامة لجميع الزملاء الصحفيين، ونتمنى لجميع المخطوفين يعني أن يفرج المختطفون عنهم في أسرع وقت ممكن. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وجيه السمان في التقديم وتحيات محمد القاسم في الإعداد وتحيات بقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.